احنا عايزين المدارس بتاعتنا تتنافس فيما بينها، فبالتالي هنطلق يعني مجموعة من المعايير لاختيار احسن 10 مدارس على مستوى الجمهورية، احسن مدارس فنية على مستوى اللي هي ليها 10، عشان احنا عندنا في التعليم الصناعي 9.1 مليون طالب، في التعليم التجاري 7.1 مليون طالب، في التعليم الزراعي 2.1 مليون طالب، في التعليم الفندقي حوالي 60-70 ألف، فبالتالي يعني اقل من 100 ألف. فبالتالي عدد المدارس في كل فئه من دي مختلف، يعني عدد المدارس في التعليم الفندقي مثلا لا يزيد عن 50 مدرسه، في التعليم الزراعي 100 مدرسه. فهنختار احسن 4 مدارس في التعليم الصناعي في كل محافظه، ويليهم 3 في التعليم التجاري، يليهم 2 في التعليم الزراعي، يليهم 1 في التعليم الفندقي. طبعا في بعض المحافظات ما فيهاش، يعني محافظه القاهره مثلا ما فيهاش ولا مدرسه تعليم زراعي، لان احنا بنينا على كل الارض الحمد لله يعني. فما بقاش فيه ولا مدرسه تعليم زراعي. الجيزه دي. فبالتالي احنا هنطلق هذه المبادره بمعايير معينه تؤدي ليه؟ المدرسه شكلها ايه؟ مظهرها ايه؟ عشان بدايه العام الدراسي اهلت نفسها ان الطلبه لما يجوا مقبلين على المدرسه شكلها نظيف، نظام الجوده فيها ايه؟ المعدات مكتمله، حضور الاولاد، النتائج، مدى انتظام الطلاب، معايير كثيره جدا يعني مقسمينها لحاجات معينه، وبناء على دي هتتم هذه المسابقات خلال العام الدراسي القادم. ان كل محافظه طبعا كل المدارس مدعوه انها تقدم، هيتم الاول الاختيار على مستوى المحافظات ثم يتم الاختيار على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه بقى اللي هو من 10 ل 10، ده طبعا ده يعني اعتقد انها نشاط اول مره بيتعمل، واملنا فيه كبير ان اول سنه تبقى الناس كلها بتتكلم عن التعليم الفني. يقوم ده بطريقه غير مباشره يحسن الصوره. ولما نيجي نقول والله اذا طلعت مدرسه مش عارف ايه في الفيوم هي احسن مدرسه، يقوموا الناس يروحوا يشوفوها والاهل يروحوا يشوفوها ويتفرجوا عليها وليه هي طلعت احسن. واللي يعني هيطلع متاخر هيبان. احنا حتى يعني كان معايا حد من السيد من كام يوم واقترح عليا ان احنا نعمل، عارف حضرتك اللي هو ما يسمى بالكومبتيتيفنس اندكس اللي هو المعدل مؤشر التنافسيه، لما اقول لك التعليم في مصر نمره مش عارف كام نمره كام، ده مؤشر التنافسيه بيعملوا حاجه اسمها اظن هو اي سي دي او اللي هو المنتدى الاقتصادي العالمي. ففي فكره كده ان شاء الله انا هنتابعها ان احنا هنعمل مؤشر زي ده للمدارس الفنيه وللمهارات المكتسبه، يعني اسمه بالانجليزي اسمه سكيلز كومبيتيتيفنس اندكس، ان هو يعني كاننا بصراحه بنرتب المدارس بنعمل لها رانك. ده بيعمل حراك، بيخلي الناس وبيخلي الناس هنا يحبوا التنافس، يحبوا التنافس. طبعا يعني ان شاء الله يبقى في للمدارس الفايزه في الحكايه دي هيبقى لها جوائز محترمه يعني.